إمكانية للمرور، إمكانية للاختراق، علي جاسم يا سلام يتلاعب جول. الله 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 على يوسف الأمين، الله على يوسف الأمين، الله على كرة، الله على سيمفونية عراقية. المنتخب العراقي يعزف في أرضية الملعب، المنتخب العراقي بالقوة والباور، بالدينامو والمحرك، بالإصرار والعزيمة. علي جاسم بالتوغلات بالتحركات يضرب الدفاعات الأندونيسية، يلعب كرة عرضية ويقدم أجمل هدية يوسف الأمين. الله على البديل، الله على البديل، الله على رابع الأهداف، الله على شلال الأهداف، على مهرجان الأهداف الحاضر. أقوال من كل مكان، من كل مكان. شوف التقدم، شوف العبور، شوف الانطلاقة. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، يتلاعب 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 يا عيني، ودا يمين ودا يسار، وبعد ذلك حطها باليسار. يوسف الأمين يباغث ويغالط حارس المرمى، قالها روحي واستقري في شباك أندونيسيا. هدف رابع يسجل، يعرف كيف يتمركز يا جماعة، يعرف كيف يتمركز يا جماعة، يعرف أين يقف. العراق بالأسود يزأر، بالحضور الكبير، برباعية، يقدم أوراق اعتماده في التصفيات المونديالية. المنتخب العراقي حاضر وفرحة، وأسد يزأر، أسد يزأر على الطريقة الإنجليزية، على طريقة وين روني، يحتفل ويضرب على الشعار بكل حب وبكل شغف. كان للخامس، انطلق أمام المرمى، الحمادي 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 حطها جول. هو هرب، هو هرب، هو ضرب، هو صوب، هو طرب، هو عجب، هو من لهب. الله على هدف خامس، خماسية عراقية، خماسية عراقية، كرنفال كروي في أرضية الملعب. العراق والعراق والعراق بالخماسية يضربون. نعم نعم، العراق بالهدف الخامس، لكن حدثوني عن التمريرة، حدثوني عن الوصول، حدثوني عن كرة الوصال. المنتخب العراقي أراد أن يدشن حضوره الآسيوي في التصفيات المونديالية بضربة خماسية، بضربة خماسية، وهدف خامس يأتي للمنتخب العراقي عن طريق الحمادي. الحمادي الحمادي، شوف الكرة من بدايتها، شوف الانطلاقة، شوف التمريرة من علي جاسم، يصنع ثلاث أهداف في أرضية الملعب. راح 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 راح، عدى ومر وفات وشات وحط خامس الأهداف. خلاص استلمها استلمها، موه في مرة أولى، ضرب في مرة ثانية، وخماسية عراقية. الله يا علي الحمادي، دخل من أجل أن يسجل تسجيل دخول بهدف خامس. يا سلام على الوصول، يا سلام على الحضور، على قوة الشخصية. عفاريت الكرة، عفاريت الكرة. المنتخب العراقي حضور رائع، شخصية مختلفة، حضور مميز، كرتهم ممتعة، أداؤهم جميل، وعفاريت في كرة القدم في أرضية الملعب، تحرك ممتاز. وعلى طريقة بيلينغهام، على طريقة بيلينغهام الاحتفالية يا علي الحمادي، حلوة.